المهرة خط أحمر أرضاً وإنساناً، عنوان عريض لاعتصامات أبناء المهرة، الاعتصامات السلمية المفتوحة التي بدأت في 25 من الشهر الماضي رفضاً لما أسموه بعسكرة الحياة في المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية. اللجنة التحضيرية للاعتصام المهري قالت في بيانها إن الاعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب المعلنة، مؤكدة وجود خطوات تصعيدية للحفاظ على السيادة الوطنية. الاعتصام المهري ليس موجها ضد وجود التحالف ضمن إطار الشرعية، لكنه كما تقول شعاراته ضد تجاوزات التحالف المخلة بالسيادة وتدخلاته في المؤسسات العامة، حيث يطالب المهريون بعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية والتواجد في المنافذ الحدودية. يعود التواجد العسكري للسعودية في المهرة إلى ديسمبر من العام الماضي، حيث دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية إلى المطار والمنافذ البرية والبحرية تحت لافتة مكافحة التهريب. ومع أن مطلب خروج القوات السعودية من المطار والمنافذ البرية والبحرية مطروحة في الشارع المهري منذ يونيو الماضي، إلا أن مصادر محلية أكدت وصول 4 طائرات عسكرية إضافية إلى مطار الغيضة. لم يصدر من الحكومة أي تعليق حتى الآن على اعتصامات أبناء المهرة التي تؤكد دعمها للشرعية، لكن تلك الاعتصامات تلقى تأييداً من شخصيات في السلطة المحلية. وفيما يبدو فإن النجاح الذي حققه أبناء سقطرة ضد التواجد الإماراتي في مايو الماضي أصبح دافعاً قوياً لأبناء المهرة للمطالبة بحقوقهم واحترام سيادة محافظتهم وبلدهم.